ما عندها اللي يخدم عليها، ما عندها اللي يشري لها الدواء، غير الناس هيدا مرة الجيران كيجيبوا لها ما تاكل ولا شي حاجة، ما عندها حتى حاجة، ما عندها لا شهرية لا حتى حاجة. عندي الدواء بزاف، عندي الدواء بزاف، 250 نصفية نرحصة، قالوا لي دابا خصها 3 درحصات والمكانة، ما فاهم ما هنجبروا لحنا هاد الفلوس هادو. كنديوها المحامض الخامس، كيعدلوا لها داك اكسجين، كيصيفطوها، ما كيعملوا لها حتى حاجه. كلاوي ماتوا لي قسم دياليز، قسم مكانة، ما عنديش واش نعدل هاد المكانة. حبيبة بن علوش فيها السكر، فيها الطانسيو، فيها القلب، فيها كل شيء. ودابا عندي كلاوي يبسو ماتولي، كلاوي ماتولي قسم دياليز، قسم مكانة، ما عنديش واش نعدل هاد المكانة. مشيت للطبيب. شنو قال لك؟ تنتم حد خامس. قال لي مشي، مشي عملو على برا بالفلوس. انا ما عنديش الفلوس، ما عنديش عمرتي، انا ما خدامهش، عمري ما خدمت سنه، ما مجوجه، ما عندي لا راجل ولا والو، عمري ما جوجت. عبد الضعيف مسكين هذا اللي خي هذا، نتعاونوا على الدواء. عندي الدواء بزاف عمرتي، عندي الدواء بزاف، نعدلوا لي هذاك الشيء. كلاوي عندي مراطيط، قلبي. انا اختار ديال حبيبه بن علو، ساكنه في مبروك الزنقه 2، نمره 14، امراه كبيره ما عندهاش، عمرها ما جوجت، صافي كانت جالسه في الدار، يبقى تمرطات، جاها السكر، ملي جاها السكر بقات كتعالج، دابا كتحس، كتقول فيها القلب، فيها طونسيو، قلبك يحرقها، فيها الكلاب. دابا قالوا لا كلاوي شحتو يبسو مره، دابا كنديوها المحامض الخامس، كيعدلوا لها داك اكسجين، كيصيفطوها، ما كيعملوا لها حتى حاجه. عاوتاني كنديوها 3 مرات في النهار، كل نهار كنديوها، كيرجعوها، ما عملوا لها حتى والو. دابا قالوا لك دابا خصك حتى حالين كنعملوهم لها بالفلوس، 60,000 120,000 دابا ساعه التحاليل، كيقولوا لك ما عندهمش تمايا بالفلوس. دابا خصنا نعملوا لها التصفيه ديال الكلاوي، التصفيه ديال الكلاوي، مشينا صيفطونا محمد الخامس، صيفطونا لواحد الطبيب هنايا في حدا القنطره، قالوا مسقسيت، قالوا لي 250 نصفيه نرحصه، قالوا لي دابا خصها 3 درحصات والمكانه ضروري، قال لي دابا جيبها، ودابا ما عندي مين نجيبها، ما فاهم ما هنجبروا لحنا هاد الفلوس هادو. دابا هي جالسه، دابا كنطلبوا من المحسنين زعما يعاونوا هاد المراه هادي، ما عندها حتى واحد، ما عندها اصلا، ما عندها حتى واحد، هي جالسه في الدار الوراثه، جالسه في الدار الوراثه، ما عندها حتى واحد، ما عندها اللي يخدم عليها، ما عندها اللي يشري لها الدواء، غير الناس هيدا مره الجيران كيجيبوا لها ما تاكل ولا شي حاجه، ما عندها حتى حاجه، ما عندها لا شهريه لا حتى حاجه. 100 درهم كتبر في الشهر، ما كتقدر والو، الدواء وحده ديال السكر كتعمل 40,000 كتشريها، صافي تبقى ما عندها مين تجيبو، مراه عيات عيات، مي واحد خي هذا اللي كي مره كيبيع هيدا في الزنقه تطر هيدا، كيدبر هذا يجيب لها الحليب والخبز، صافي ما حتى الماكله ما كتاكلش، كتعمل اللي باري ارسولين كتعملهم، خرجوهم لها جوج ستيلوس 25,000، يوم ما عندها مين تجيبهم، غالب الله ما عندها مين تجيبهم والو، ما اصلا الماكله ما كتاكلش، هي كتعمل الدواء والماكله والو، مي هادي تجيبها، قال لك اللي باغي خصك تاكل، هي ما كتاكلش، ما كرطون هذا الحليب 10 دراهم، مي هادي تجيب كل نهار يوميا، ما عندها حتى واحد اللي غادي يعاونها. دابا كطلب من المحسنين يعاونوها، الله يرحم والدي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.